اكيد ما عم بيتحمموا بدنا ما فينا صح انه رح ازعل صح انه رح ازعل انطلاقنا مني بس والله كثير مبسوطه كثير مبسوطه لاني دخلت لهون وتعرفت على جدران الاكاديمي انا كمان وتعرفت عليكم وتعرفت على العالم اللي برا و عرفتي كانه عم نودع لا بس انه حس انه ضع بيني انه مبينه انه انا وليا نوميني انه اذا بدك مع مع افيكتا اكسكلوزيف انه ايه رح اقول قدام كل العالم انه احسها انه هذا وانا نوميني هالجمعه ايه بصراحه بس انه ما في ولا مشكله نحن اون اكسبت انه في حدا كثير قال لي قال لي قال لي شيء هو بيعرف حاله ما فيني اقول عنه انا بعرف مين الي إليا الي إليا قال لي شيء بس انا قلت له لا بس طلع بعدين صح كلام الا لا يا الي انه انا ولايا رح نكون من هالاسبوع سو ما تزعل لانه اللي بقى كسبان واللي فل كسبان اكيد واللي بقى سو حتى لو كانت إنو... بتقول ليا انه بلكي ما بياخذ اللقب انه بقى هيك انه مثل الفينال مثل الدومي فينال هو سيسون تخوا يعني رح ياخذوا واحد بس مش ثلاثه فوالا بور مو اصلا لي غانيون سيتي لي 5 ديرنيير وكنا نتمنى انه ناخذ اللقب ايه انا بتمنى ليا جينا كلنا محمد. هيدا الحلم ولا. كلنا بدنا نوصل على الفنان ونربح اكيد انا اكثر شيء بس انه اللي بدنا نقوله انه ما رح نزعل اذا رحنا بكره يعني انه يا بقى يا اوكان بروبليم انه ايه وانه اكثر شيء انه ان سيمين يغيست يعني ايه دو سيمين وانه اكثر شيء انا رح كنت مبسوطه فيه وانبسطت فيه وخلص انه انا وصلت للدومي فينال وانه عندنا كثير 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 ما شفنا يعني دي تونيزيان وصلوا لمرحله الدومي فينال وللفينال في عالم ما بتستحق انها تفل من برامج بكير بس فلت بكير سو بدنا نقول لكم مع غاده انه اذا عن جد طلعنا نومينيت نيناتنا رح نعطي الماكسيموم تنعمل برايم كثير كثير حلو ورح يكون هالبرايم غير شكل عن كل برايم اللي مرقوا رح نعمل برايم مثل اول مره شفتونا فيها رح عن جد كثير رح نشتغل على حالنا ونعمل برايم كثير حلو وحتى ما اذا ما كنا نوميني يعني بس انه اذا كنا نوميني اكثر لانه رح يكون اخر برايم بالنسبه لكل وحده فينا صرنا بمود كثير كثير حلو انه بطلنا نزعل وهيك بالعكس كثير كثير مبسوطين انه الشيء اللي رح يزعل ليا شوي انه كان انه كل اللبنانيه فلوا فبقيت هي فهي تمثل كل لبنان انه اكيد بتمنى اوصل اون فينال كرمال بلدي وانا كمان كنت بتمنى اني اوصل للفينال كرمال بلدي بس بعدك هون اللي عم تحكي او باسي انه بتتمنى توصل اون فينال كرمال كرمال لتونيزي كنت بتمنى اني بوصل للفينال كرمال بلدي بس انا وصلت للدومي فينال وحققت شيء الحمد لله يا رب اني وصلت ان شاء الله وزاد شيغ دو نو ان شاء الله يا رب نكون مبسوطين فينا ونحن بنموت ببلدنا انا بعشق تونس تونس نصي كلي انا بموت بلبنان نصي الثاني وفوالا يعني كنا عايزين نحكي هيك لانه حاسين في شيء هون من جواتنا انه زعجنا شوي على قد ما احنا مبسوطين وعلى قد احنا ما متقبلين الوضع ورح نتقبل النتيجه سواء كانت سواء انا فلت او هي ليا فلت كثير مهم انه هذا البرايم ضروري يكون مستر الي اليا بالجمهور ايه لانه رح تكون غاده وليا نوميني ولانه هو وعدنا ثاني شيء لانه هو وعدنا انه رح يكون هون اصلا ايه اكيد انت قلت لنا انه رح تجي بس انه عم هيدا انه وبليز فيني اقول شيء كمان معكم انه بليز 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 بما انه نوميني انا هالاسبوع بدي اطلب لا مش لاخر مره لالف مره من السفارة التونسية انها تنورني وتشرفني الدومي فينال انه عن ورح اقولها ألف مرة انه انا بدي اشوفها لانه انا لما اشوف تونس شيء من تونس انه اكيد رح
ما بعرف في شيء رح يصير من جوا، ما بعرف الإحساس شو، بس لما أشوف رح حس أكيد إنه إحساس فظيع، لأنه ما حس إنه في ناس عم تدعمك معك، وإنه أنتوا لما تيجوا على البرايم رح ترفعوا لي رأسي، إنه رح شوف فيكم بلدي كله، يعني سوى حتى لو يجي واحد ما فيكم تقدروا كلكم تجوا، حتى واحد بيفي بالغرض إنه. وبدي اقول شيء كثير مهم كمان، انه اليوم بس ظهرنا مرقنا قدام بالونه مون فيلاج اوليبان، بدي سلم على الكل اللي قاعدين ببالونه، وشفت هيدي البانكارت فوق مع اسمي شجعتوني بس كنت نوميني، فميرسي كثير، بموت فيكم، ميرسي 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 ميرسي. وشو كمان، وبدنا ديجا سلمت فوق بس بدي اجاز بنسلم على ريتا وعلوش وكنوز وشيرينو وميرسي نوجيتو وبطلب منكم اذا طلعت عن جد نوميني صوتولي اذا طلعت نوميني عن جد هالجمعه تيجوا كمان تشوفونا مع هذا، وبس زياده يكون الي الي يعني وزياده انه ما راح اقول اسمك دائما بس انه ضروري يعني وزياده بدي كمان ان فيكي تجي حبيبتي ابتسام، انه بعرف انه ما فيكي بس لو بتقدري انت وعبود انكم تجوا بس بيتنا احنا انه اكيد يفينس انكم تجوا تشجعونا وتدعمونا. بحس او ماي جاد بحس انه هذا البرايم كل الكانديدات راجعين، يا ريت يعني انه بيك سوربريز اذا بترجعوا كلكم عن جد سوربريز كثير كثير حلوه، وانه لحتى ما اجيتوا كلكم يعني بطلب من بيتي او عبد السلام واحد فيهم انه يجي لانه تكرمال شت حالي انا لانه ما شفت واحد فيكم رح موت انه كمان ليا وبدنا نشوف علوش وريتا كمان لهالاسبوع انه رح تكون نومينيشن كثير صعبه بصراحه، انه رح تكون انه اصعب من الاسبوع اللي فات، ما اون ايماجين با انكور انه ما نتخيل انه بكره اخر احد اخر ايفال انه تعودنا انه خلص ما عم نتخيل انه بكره اخر ايفال ولوندي التنين اخر نوميناسيون، يعني خلص اربعة اشهر اخر نوميناسيون، فانه ما عم تصدقوا شو عم نحس، يعني انه اربعة اشهر اربعة اشهر شغل اربعة اشهر برايمات اربعة اشهر ايفالات اربعة اشهر ستريس وبس انه كل شيء حلو، يعني انه هيك مبينين تعبانين بس كل شيء اللي عملناه pendant 4 mois كان ما في كومنتير، ما فينا نقلكم شو، وانا مش مصدق انه عن جد اخر رح يكون هيدي اخر نومينيشن اللي رح تحسم كل شيء، رح تحسم كل شيء انه هيدي نومينيشن، رح تقول مين اون فينال، يعني رح تقول مين برا ومين جوا من الاخر وعلى الاخر. سو احنا نقلكم كل العالم اللي بتحبنا برا انه ما تزعل عن جد، ما تزعل لو احنا عملنا زعلانين، يعني انا وليا مش زعلانين ابدا، شو ما يصير يعني عن جد عن جد انا وليا مش زعلانين ابدا يعني لما نطلع نوميني، لانه عن جد خلص انه اف يعني انه بزي انا بس بصراحه بزياده، لا بس العالم اللي هنا رح يزعلوا اوكي اكيد انه بدهم يشوفونا، انا عم اقول لهم من امبارح ان بدكم تصوتوا لي اختاروا اي رقم واحد او اثنين اللي بيعجبكم حبيبي، اختاروا واحد او اثنين وصوتوا لي عليه من هلا، بلشوا انه من امبارح قلت لهم بلشوا صوتوا لي انا بصراحه، بس ما بتعرفي شو الرقم، لا بس واحد او اثنين انتوا اختاروا وقولوا لدره وهي دوري رح وشو كان عن جد انه رح يوقف قلبي ان وقفت انا وليا، انه قلبي رح يوقف لما النتيجه تطلع هيك تعبت، انه مش رح احس انه في سياره الضو تبع السياره حياتي، انه مش عم بتصور لحظه اللي رح يقف انا وليا ايه انه نحن انا قلبي رح يكون بال 150 انه يدق انه يا الله انه رح يكون نعمل هيك الديركسيون لافينال، يعني انه خلص انه نعمل هيك انه يعني وحده فينا حلمها رح يوقف، لا مش رح يوقف انه بالعكس رح يبلش، لا يعني رح يوقف بالاكاديمي بس رح يبلش برا اكيد،
شو رح اقول لكم؟ انه الفرق بيناتنا سي جوست لو طون، يعني اون سيمين دو بلوس فوالا، اون سيمين دو موا فوالا، بس بالاخر كلنا بس رح نقعد بالاكاديمي. ايه ايه رح نكفي الاسبوع اللي بعد واحد معنا. فينا حتى لو مع لي فيناليست، مع لي فيناليست انه لازم نقول لكم هذه سيربريز، انه انا وليا قررنا هيك، ما حدا قرر. نحن عاملين البروجرام للجمعة، لكل الجمعة يعني، فمقررين انا وليا انه لو واحدة فينا فلت انه مش رح تفل، رح تخلي غرادة انه رح تبقى الاسبوع الجاي كمان. امين. ايه اذا بفل رح بس اخذ جزداني و... ايه بعمل كزورة صغيرة برجع، بروح بنام بالبيت بس بخلي كل غرادة هون. وي رح تكون كتير سمن صعبة وحيت الله، ورح تكون فيها كتير ستريس وكتير عصب وكتير كل شيء، بس رح حاول انه انا انه غادة ما انه شدي حق، يعني انه ما تعملي قصص ما تعملي قصص قصص مش حلوة، انه اوكي ما تعصبي زيادة على اللزوم، بس شو رح نعمل؟ هيدا قدرنا اللي ستاك ديسيد يعني ليا، انه اذا لازم نكون اون فينال رح نكون اون فينال، اذا ما لازم نكون اون فينال مش رح نكون اون فينال. فبنقلكم من هلا تا احنا كرمال نخفف عن حالنا ونخفف عنكم، تكرمال ما تنصدموا او شيء لو شفتوني انا وهي نوميني، او شفتوا هي ومينا نوميني، او شفتوا هي ومحمد نوميني، او شفتوني انا، مفيد وحده فينا رح تكون انه 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 انا وهي، لانه اكيد اكيد مينا ومحمد منو نوميني، انه اوني سور يعني مأكدين انه انا وهي نوميني. ف فوالا يعني سو خليك يا قلبي اتتا غنينا ne me quitte pas dédicace la elcon. Voilà, c'était une très belle chanson de Léa Marcoul. Non, je veux faire juste le piano et dormir. C'est terminé ma fille. Ma père d'abord je me بكره كيف راح مين بكره؟ كيف راح مارسيلينا؟ احنا متفقين شو راح نعمل بكره؟ اديك جلدي بكره؟ ايه كثير كمان عن جد؟ وحيت الله سوربريز. اوكي زيل ف Oh my god. Wow. So بتعرفوا اني انا بقلكم بس الاكسكلوسيفيات، انه هيدي الاكسكلوسيف قتلي شو كوكا باور؟ لا الاكسكلوسيف تبعنا اللي عم نحكي اللي كنا عم نحكي عنه. ايه اكيد، بس انه هلا في اكسكلوسيف اكبر. هديك ساعة عم بحكي للي ما شافوا، بس اكيد كلكم شفتوا. كان في لعبة مع كوكا كولا وانا ربحت، وغادة ربحت. كان لازم نلاقي بوات دو كوكا كولا بالاكاديمي، فعطونا ان انديس واحد دو انديس. اول شيء واحد قالوا لنا انه البواط احيه بالليفينج، تمن نضل بس هي بالكيتشن على فكره. تم لا لا حبيبي بالكيتشن لا، هون الليفينج هن بيحسبوها هون بس فقالوا لنا هيك تمن نضل ننبش فوق وتحت، وقالوا لنا بالليفينج. سو كنا هون. بعدين تاني انديس قالوا لنا انه احوي بمطرح كيف ننفسر، انه بس بيجينا حدا بالاكاديمي شو منضيفه. ف
اكيد مش شوكولا اكيد لانه هيدي الشوكولا اللي جابتها ام محمد كل حدا بيجي بنضيفه منه. انا بعد ولا واحد اكلت منه ما كانت شوكولا. ما انت ضيفه؟ لا بس بيتك هيدا بس ما هيك شوكولا بس هيدا بيتك انت بتضيفي. ف كنت بالليفين وكنت عم بتمشى وشفت الشوكولا على الطاولة شفت تحته مش بس مستحيل يا عالم انه معقول هيديك البوات كوكاكولا بتدخل جوة الشوكولا فعملت هيك بلكي حيت تحته انه شفت انه بلكي في شيء تحته وبعدين شفت انه في هيك شيء فينا نشيله فشلته هيك وكان تحته فلقيته وطلع لي باور قصص كتير يعني فيني اطلب اللي بدي اياه ما كتير بس انه شيء كتير حلوين قصص كتير حلوين قبل البرايم قبل الخميس يعني من بكره للخميس فهلا ناطره مينا ومحمد تخبرهم شو نقات بس ما بعرف شو عم بيعملوا هيك بخبركم كمان لإلكم ابتز بدي اقول شيء لسته ميما غدوه بربي ادعي لي على قد ما تقدري ميمتي على خاطر ما نعرفش نمشي كثير غدوه ممكن ندخل مبلبزها من الحب وايفال حلو انا عارفه اني انا باش نخرج من ميناء ما نحب ايفال حلو يتعدى بليز ميما مان دعيلي انتي ماما على خاطر انا مستحقه دعاكم تو مستحقتو برشا زاده اكاو انه التعاسه هيدي حايره اصلا شو نختار اغنيه بتعرفي شو رح اعمل شو غيرت انه الفكره لا بس هي فيلم بس انه انا ومينا انه على المرايه مثل ما قلت لك امتى رح نفك هدول بكره ضروري قبل ما بعد نسافر شوي على المرايه وعلى الكرسي اللي متحرك مينا عم يعمل حركات من ورايي عم يعمل لي هيك وانا عم غني فهمي عم يعمل لي قصص من ورا وانا عم غني اوكي فهمي قديش سامبل هال الموسيقى والغنية هي اللي راح تعبر عن كل شيء خليك يا قلبي هاد التحدي وانسى زمان انسى وفوت وعدي ولا لا 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 خليك يا قلبي هاد التحدي وانسى زمان انسى وفوت وعدي لا 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 يا قلبي هيدي الغنية بدي أعرفها للصبوحة من شو اسمها بس من فيلم اللي بتغني فيه ساعات ساعات احب عمري وعشق الحكاية وساعات احب عمري وعشق الحكاية احب كل الناس وقلبي فيه احساس واحس جوايا بميت نغم ميت
غم يملو السكات ساعات 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 construit dans le vide les gens me disent l'espoir fait vivre comment te faire vivre je suis un zombie oh je suis un zombie Boukra, demain je vais chanter une chanson en français de Maître Gims qui s'appelle Zombie. Ktir ktir bhabba. J'adore cette chanson. J'adore les paroles. Rahima sel ma'a Mohamed. Mohamed rah ykoun ma'a boukra bel eval. وانا راح اكون بكل الايفالات على فكره لا ما راح اكون مع هذا راح اكون مع مينا راح اكون مع محمد وراح اكون بايفالتي اكيد وان شاء الله راح تحبوا كل شيء عم يخلص الطشر والقياس او ماي جاد كل شيء عم يخلص واحنا بالخيف طبابي غطت الرصيف خدني حبيبي عجل خدني الدنيا عم بتغيب دخيلك خدني ما تضيعني بالليل